قرئ فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم بفتح همزة أن، وقراءة الجمهور إنه هو التواب الرحيم. ونسبت هذه القراءة لنوفل ابن أبي عقرب. فما الفرق بين القراءتين؟ قراءة الجمهور بكسر همزة إن، وهذه القراءة بفتح همزة أن. قراءة فتح همزة أن تدل على التعليل، وهناك لام للتعليل مقدرة وهي حرف جر التقدير، فتاب عليه لأنه هو التواب الرحيم. فالهمزة فتحها يدل على تعليل توبة الله على عبده ورسوله آدم عليه السلام، وهناك لام التعليل المقدرة وهي حرف جر يجر المصدر المؤول من أن وما في حيزها، لأن أن من أدوات المصدر تؤول وما بعد المصدر مثل أن. لكن هذا التأويل أو هذا التحليل يفيد أن قراءة أنه بفتح الهمزة هو تبع للآية التي قبلها فتاب عليه، فهي إذن جملة واحدة. فعلى قراءة أنه بفتح همزة الهمزة تكون الجملة واحدة، فتاب عليه لأنه هو التواب الرحيم، ولذلك لا يحصل الوقف على عليه، يكون هناك فصل بين العلة والمعلول، والفتاب عليه لأنه هو التواب الرحيم في خلل في السياق، لأن الجملة واحدة ولذلك لا يحصل الوقوف عليه. أما على قراءة الجمهور إنه فهي أبلغ. لماذا؟ لأن هذه القراءة بكسر همزة إن أعطت معنى التعليل مثل أنه، زادت أمرا آخر وهي أنها جملة مستأنفة، جملة مستقلة لا علاقة لها بجملة، فلهذا يوقف عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وجملتان فيها آكد للمعنى، معنى التوبة، وأبلغ فهي تضمنت معنى التعليل في قراءة أنه بهذا الحمزة، وزادت شيئا آخر وهو استقلال الجملة، فأصبح جملة مستقلة تفيد الثبوت. ولذلك جاء في مثل ذلك وما أبرئ نفسي، وقف هنا، إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ربي غفور رحيم، إن ربي غفور رحيم. لو قيل وما أبرئ نفسي أن، لكان أداء للتعليل ولا يحسن الوقوف على نفسي. يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوقف هذا، يقف وقف جميل يعني مناسب جدا. وما أبرئ نفسي، هذا وقف لأن الجملة بعد ذلك مستأنفة وأقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقفة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لو قيل يا أيها الناس اتقوا ربكم أن، لا فات هذا المعنى ولا يوقف على ربكم، لأن تصبح الجملة جملة واحدة، بينما اتقوا ربكم إن زلزلها جملة ثانية. أيضا هذا يذكرنا بتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يجوز
أن الحمد والنعمة لك والملك، لكن كسر إن أبلغ وأكثر فائدة في المعنى، لأن فتح الهمزة هو تعليل، وكما قلنا نفس اللي قلناه في الآية لبيك لا شريك لك، لأن الحمد والنعمة لك والشكر. فإذا فتح الهمزة هو تابع لما قبله في المعنى، وهي جملة من واحدة، لكن لبيك لا شريك لك تقف هنا، إن الحمد والنعمة لك أصبح جملة أخرى، وهو مقام الذكر ومقام المناجاة لله، لأن هذه تلبى شعار الحج والعمرة، وكثرت الجمل أكثر في المناجاة وأكثر في الدعاء وأكثر في الذكر، فهي ذلك أبلغ من فتح الهمزة. هذا ما يتعلق بالفدلكة أو السر في كسرة همزة إنه هو التواب الرحيم.